ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيرها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف، بندق. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً. إزيك؟ أهلاً مدام بطل. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جدو بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس أنا زعلانة منه. زعلانة منه ليه بس يا حاج؟ حاجة؟ حاجة إيه يا جربوعة أنتي؟ مين دي؟ دي جربوعة تبقى عفيدة ميكي بيه. قطيعة ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة. لا غلبة. لا بقولك إيه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها بتقتلها. كفاية كفاية كفاية. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جايبهم هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، إحنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع إيه؟ العقد اللي إداهولك ميكي بيه فين هو؟ ما أنا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، إحنا عاوزين نعرف منك أنت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف إيه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا. العقد فين؟ وانتي مالك انتي ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق بندق، انا بندق بندق. يا حياتي عليك ازيك؟ بندق كويس، بندق كويس جدا الحمد لله. واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقولك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنطة بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده؟ جايبة سندوتشات؟ سندوتشات بس بس. اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقى قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد، وهو عشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه؟ المتحف البلاطي.
لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده. اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط خد منديل اهو. ايه 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 من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ اتفضل. حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو. بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضه الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوب بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوش بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه اللي وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبص. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. تخافش يا عم مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. يا سيف بس بصوا، انتوا دلوقتي تطلعوا بره اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكم. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك.
استر عليا يا هاني. ابدا هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيه كده. اهو عشقي اهو. انت عاشقها يا كلب كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد ونروح. هو ده اللي انا حبيته. كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي واتش اند ليرن. يا نهار اسود الامن جاي. هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. Je ne connais même pas cet imbécile. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Il sait que tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيا عشان لابسه برنيطه. انا كمان مش مصري لكن احب مصر كتير. وخياط الحسين. اسمعوني انا كوستا اليوناني. رين تليليلين تلين. انا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي. أنا كوستا اليوناني. أخر أسود. جدعة يا بنت يا نيلي. لا أنت طلعتي بنت ما جابتكيش ولادة. أنا مش فاهمة أنت بتقولي إيه بس أجاز بتشكري فيا. أنا ذكية جدا عامة. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا إخوانا. المهم دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد؟ يا ده أنا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشة ده. نتورلي سماسي. حاضر يا معلمة. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي. ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي فكره ذكيه برضو. صح. واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس. وش انت عبيط؟ خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي. ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده خمره؟ جرى يا شوشة بتذكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل ده ديتوكس. ومفتح الباب. ايه الديتوكس ده؟ منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه؟ هو الديتوكس ده اكيد مش خمرة؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفارة عم سيف. تعالى تعالى بنضرب ديتوكس. تعالى. هاي سيف. انا تعبت خلاص. انا عمري في حياتي ما دخلت اسم. عرفتكم بقالي اسبوعين بس دخلت الاسم مرتين. اتضرب واتهان واخد بالجزمه. والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم واللي عملتيه في المتحف كوم. عملت دليدة لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني. ايه يا سيف كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمحت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه على السكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف. خلينا نعرف نفكر. اقعد ارتاح.
كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اهطل؟ الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. جاتك 60 نيله. انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطولكوا واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضلي يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو. امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده؟ انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي. انا اكلم حرامي؟ خالته صباح هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك. يا واد يسمعني. هو دكتور، ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد يا مسهوك انت. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكورة عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين. خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه انا هسأل. انا ايوه هسأل واجي. حاضر متشكر. اجي لك عند البطزاية نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي. هنيجي امتى؟ بكره. بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه؟ ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه؟ في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا. في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. تجيبنا فين يا هاني بس؟ بص ما تخافش. مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود. اقف اقف هتدوسه. مش عارف عايز ايه. ما تقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يأمنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتأمنوا؟ هاني أنا من مصر الجديدة، مصر الجديدة بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم، أقف أنا بقى في ميدان روكسي أهم من الشعب؟ خلاص خلاص، أنا هتصرف أحل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل أنت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي، انزل. أنا خايف. ما تخافش، انزل، أنت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكة كده عشان معانا حريم داخلة. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا؟ انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟
مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجرة ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوة. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابني ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقة السلبية. صلى على النبي. اه، وروح بقى اسأل كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير يا. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا يا. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقة دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقة؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عمي بقول لك اه. معلش انت قلت الجملة ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوة. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. ماشي حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب انا جوه العروب بويا. جايين للمعلم منعم لو سمحت، يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان؟ ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش بعرقها. ما يغلاش عليك. اخلص عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف هتف على تف تف علي. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت ياض النهارده. طب خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. لا لا الله. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الايه؟ العيقة. جايز. هي عيقة. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبة. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معاه السلاوي يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي.
ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه، احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لما مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. اه احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي. ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذه. اه نيلي ده طلع خارق. واو اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش قرب بقى يا ولا. لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده يعني شغالين؟ ايش طب يقولوا يعني يقول. انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين هاني الدبدوب؟ وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابالي ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير. ياه ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا. ياه والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي يعني. حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت يا عمي؟ بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكام. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. مش حقك عليا. معلش جاي ليه؟ آه جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو ايه دبدوبي؟ آه المعلم منعم. اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويه يا عسلويه. عسلويه؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويه. اه خش يلا خش جوه. طب انا جوه العربويه. جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه القسه توك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخرس عرقها ده انضف منك. من المجنون. انا اسف جدا. انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف على تف على. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت يا دي النهارده. طب ثلاثة على الطلاق لا اقتلك. لا 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 حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ أنا هاني حامد أخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الإيه؟ العيقة. آه جايز. آه 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 هي عيقة. آه سيبوهم. Thank you.
يرضيك يا سيد المعلمين يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة، دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معاه السلوى يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظة، وطالبين منك خدمة. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لو مؤاخذة كده عايزين نعمل عملية. ما الحتة كلها حرامية. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزة واحدة، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حرامية. انتوا تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية. اوكي، ولو حصل حاجة قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذة. نيلي ده طلع خارق. واو، اتكلوا انتوا على الله. ماشي، باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش هرب بقى يا ولا. لو عندك علبة آيس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والآيس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد أسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. نعدي من هنا؟ وط يا اهبل، اوعى بقرف. مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا سيف. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورسل لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ ليجل. انا ما اعرفش انا توعدتكم ازاي وجيت المكان ده. عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى،
خلينا نشوف هنختار مين. شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتقال ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى، ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره، الدهن في الدوالي ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد، مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا، هظبطهولك دلوقتي. يا عم رضا اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مطوه عمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره، ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان، يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي، عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا، ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه، دي نصرفها من انا جزخانه. خلاص يا ست الستات، شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه؟ مش عشان نعالج الواد اشي مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ. بس ال 100 جنيه يا ست الكل، وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لازع الراجل في 100. انت مالك ياد؟ لاصحاب شاب بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك؟ والله لو قلنا مين تشبشب لي والمصحف اللي ركبها لك في وركك امشي يالا. بابا هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه، بقت محاميه، بقت دكتوره، مهندسه، ديلر. الكلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجه قليله؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحده في مصر عندي فولورز على الانستغرام. ابقى ناجحه ولا مش ناجحه؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينه. تخين هنيجي نقرب بالعقد، تيجي تتزقر في اي حته ضيقه ومش عارف نقرب. على فكره مش مشكله خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعه، تعالوا نروح لها. انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا ما بعملش مقالب، سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا نروح. هات لي شيشه يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده 5 دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذه بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك، وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمه بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البنت سميره بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصيه دي اصلا مقتبسه مني، يعني عارفه دنيا سمير غانم الكتكوته العسوله دي جت قعدت مكان حضرتك هنا. انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوه دي وتطلعوا البنت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البنت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا ابله؟ تف من بقك، انا مش حراميه، انا ما مديش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هجامه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟
لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا whatever you're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده، قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. اه لا، اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا، من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع، هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان يا راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من اولها، العمليه دي هتتفقر من الاخر كده. العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس، وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يا لا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ؟ تف من بقك، ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هتجمه في فريق كوره، انا اسرق منزل، اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا whatever you're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده، قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. اه لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع، هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان يا راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من اولها، العمليه دي هتتفقر من الاخر كده. العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس، وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يا لا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك.
لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العمليه دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكم تتشاوروا كده منكم ببعضيكم وماسكه في ديلكم وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا؟ مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكم؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم مسجل؟ انا سجلت انترفيو في التلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها. اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهيتيا والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا. انا عليه حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر. طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس ده. اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب. انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منعم. معلم منعم خلاص خلاصه القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا يا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شويه حراميه. مش ايه ده؟ تعرف قهوه الحراميه يا ابني؟ انا اسف انا اسف يا معلم منعم. معلم منعم ما بيردش. التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انتوا هتسيبوني لوحدي، انا هاجي معاكم. نقول تاني اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي. والله طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل محفظه عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين من حد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي. ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، انت سيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيتي فيهم 2 جنيه تقفل على وشي. يلا. ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفيه منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز. خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده. يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخدينا اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننت يا هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس. شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني. انا زي امك يا امي. انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت. احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيتكشف منها الموبايلات اللي معاه. اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي يا بنتي. انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى
جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا، طب طب وكاميرات اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا اعمل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدام حكايه الكاميرات دي؟ اقلع الشراب. لا ليه؟ قول لي. لا انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلع يا بنت الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو؟ يلا بقى اقلع والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلع الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقولة يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي بألف جنيه؟ دي بألفين ونص. دي بألفين ونص؟ انتوا كفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كأني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضه الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالي. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكو! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا سوسو؟ ايوه كله تمام! بقول لكم ايه، ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده، ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يثبت. شو النبي، ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتحطلني؟ خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يزن، تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر؟ ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني، دي ريحته صعبة قوي. بقولك ايه يا ابلة، ناوليني الفواحة اللي جنبك دي بسرعة. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركة، امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش، هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة، هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا أي حاجة، أنا أصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل، بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خاطف ما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر. بقول لك ايه يالا، ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك، انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله، هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطر. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم انا هتصرف. كله يثبت.
كل يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك قسيمه. هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وانت على فكره وافي عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفه بيضربني. مسكتله اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقولك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانيه واحده من فضلك، ارمي الحاجات بسرعه. اجري يا سيب. مفيش حاجة، أدي بزباسكم إيه؟ 1340 1347 1350 1356. يوه أنا زهقت بقى يا هاني. بقول لك إيه؟ لملي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو إحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمة. ها يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة. كده 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك عامل معاك واجب. شايف الكاجيو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجيو. ماشي يلا. حكومه يا شوشو حكومه.
ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانه بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البسي الجزمه يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. باشا دول كانوا حراميه عايزين يسرقوا لنا باشا. وسط تعالوا وسط تعالوا تعالوا شوشن. معقولة يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم. اي حاجة هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعة دي بألف جنيه؟ دي بألفين ونص. دي بألفين ونص؟ انتوا كفرة. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شوية هدوم وادخل بيهم الفيتن روم كأني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكية يا خارقة الذكاء. ثانك يو. ما هو انت خارجة الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيزه البيضة الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل. نقي كل حاجه انت عايزاها وانا هبطل مفعولها. مفعول ايه؟ البزابيز البيضة الصغيره. ما تقفورش، هتبطل مفعولها ازاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفه. والله انت هتدخل بروفه محل حريمي تعمل ايه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف انت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما نضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه! أي حركة كده ولا كده هنفجر دماغكم! كله يرفع ايده فوق! ارجع على ظهرك! ارجع! كله ينزل على ركبه! اخشع منك له! انزل! انزل يد على ركبه! يلا انبطحوا! كله تمام يا شوشو؟ أيوه كله تمام! بقول لكم إيه ما تقلقوش! هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له انه كله يسبح مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحه الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلاه الاسبوع اللي فات. غسلاه ايه ده ريحته قبر. انت ما بتحطيش دوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك عيب. كله يسبح. شو النبي ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتعطلني. خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يزد تتحركيش مكان. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني. دي ريحته صعبة قوي. بقولك ايه يا ابلة؟ ناوليني الفواحة اللي جنبك دي. بسرعة هيا هيا. هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف. امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقولك يا بركة امرني. هتيجي معايا سكة ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطرة هفرج عليك الناس دي وخليك منظرة. لا لا ولا انطرة ولا هرتلة ولا اي حاجة. انا اصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر باتمان فانديتا بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم. وبعدين الموضوع جه خالص فما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني انت هتصاحبه. حاضر حاضر. بقول لك ايه يالا؟ ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم خد اهم. بص كان لسه استفتاء. امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا 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 خلي فلوسك في جيبك. انا بقولك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله. هم دول انا لسه مستلم اصلا والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه يا هاني في ايه؟ ما تقولها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض. ده اللي قدامك ده قتال قتله. ده مغتصب اطفال. ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني؟ واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد ما هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني. طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى لف. خلاص خلاص. ايه يا عم انا هتصرف. كله يثبت.
كل يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من جنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك قسيمه. هو انا داخل فندق هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وارجع في الجنه وقف عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفه بيضربني. مسكتله اصل انا ساعات بحب كده. هاي حبيبي ايه الاخبار؟ خلصت؟ يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصتي يا حبيبي؟ المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد بيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسمه. ثانيه واحده من فضلك ارمي الحاجات بسرعه. ابني يا تيم. مفيش حاجه. ادي بزباسكم ايه؟ 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه؟ لمي لي كل الحاجه الساقعه بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمه. هيا يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظه واحده كده 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقول لك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي. يلا. حكومه يا شوشو حكومه.
ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. اه بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. اه طبعا. أوكي. البس الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لنا باشا. وسط تعالوا وسط، تعالي تعالي شوشن. اوعى أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقتش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا هأعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ أنت بتقولي كلام يقفل القرد، إيه ده؟ العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي، محفظتي، a lot of stuff بتاعنا يعني. اه كانت مليانة كده ولابسه ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشي. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. منك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمه اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يلا سمحت، فين المعلم منعم عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل؟ المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزة تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتأخر عليكي ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا، اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحرامية. ولا حسب كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا 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 انا مش همشي من هنا. نديني المعلم هنا لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول ششتم ايه؟ لا ما بتقول يعني انت سكت السيستم وسبت خلل. انا بتكلم بجد، لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيب بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك. وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يا ولا ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ أنا عندي فكرة ممكن تنفع. قولي. اللي حضر العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطة بتاعكوا ده. عفريت إيه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ أنت عبيطة؟ أنت هبلة يا بنت، أنت فهمتي إيه؟ أنا أقصد إن إحنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكلة دي، لأن هي السبب وعكتنا العكة دي. طب ما نجيب حرامي تاني أسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكرة والله. أنت بتقولي إيه أنت وهي؟ ما أنتوا مش مضرين في حاجة. أنا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف انا ساعتي اتسرقت، الحلقة الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود، انا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس يلا يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف وهيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو مسك يعدموك ليه وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانية. انا مش عايزه اتسجن. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان.
انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تفهم، يلا الاثنين بيعملوا ويوه ويوه. خلف، ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيقولك هيقولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيقولك العربيه مسروقه. والله معلش هاني، بخاف جدا. خدني معاك يا هاني، انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شوية هفيات، معرفتش اربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكو وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكو ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكو دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا شويه هفيات، معرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكو ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكو دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزق كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشاها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. حول الله يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزل يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بت حراميه؟ حاجه حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه؟ فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا، ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليها. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلق؟ حلق ايه؟ الحلقه الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي بنت بالحلقه. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حراميه في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كله تمام؟ وايه اللي تمام يا رحمك؟
انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي يا ست. صباح عليا الطلاق بالتلاته ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت، خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني؟ فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده فكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار، وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه، مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي وده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمول. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده، احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستقبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟
دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربلنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشيه يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف. ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بصي يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده تأسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي. فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمه هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. اه يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. في المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ معرفش. معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب.
سيف مفقوسه مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت، والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق، ام سو اكسايتد، يلا بينا يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعالى يا ابني تعالى. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. نزلني تعالى يا حاج. على مهلك على مهلك على مهلك. كمان بس بينا اللي تقع على وشك دي. اه شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب بجد؟ ايه اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيب. خفيش يا امور خش. ايوه ها بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف، تشدوا سكنه الكهرباء، تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد، تجيبوا العقد والجولي بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزت العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي، واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكوا على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا، انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسقي العقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا جرست نفسي فيها دي، خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد، وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشرهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه، يلا بقى. انا مش عارف ازاي اطلعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد الكشافه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. أوه. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. يا فتحي انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شممت البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته.
الغباوه دي؟ انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكينه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمه. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي. كان صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس. وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه. اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف. هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي. انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى. انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه. خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده. خدي. مسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم. انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. اه 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 امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرقني. انا مش قادر. خلاص ما تتعبش فيها. هاني هاني انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هاني. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي بس مفيش وقت. يلا نطوا. يلا يا اخويا عد ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاويه قوي. اه امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. حرام المايه بتوسع قوي عليهم. تعالوا يا تعالوا. مش عارف سمعت كلام كل انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم وفصيلة دم نادرة. أنا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان أنا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم إيه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي إزاي؟ وأنا حاسس إن الرصاصة نتزل في كتفي. بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني إيه؟ مش عارفة يا أختي يعني إيه فوش؟ يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيودينا لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي،
كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف في هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش، لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. طب معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. ايه ده؟ هاني. ايوه. الرصاصة لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش، لما نوصل بالسلامة تبقى ترجعها لهم. ايه ده؟ اهدي. معلش. ايه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اه ده تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحى. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على العربيه بام؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد. ده هات العقد بقولك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة كانت مشكلتي مش معاكم انتوا، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتوا. يلا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجة كده؟ شوف لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقشة أصلاً، أوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في إيه؟
ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. اه هاني ايوه، خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. اقول ابي الحبيب امي الغاليه اصيل، ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتني اعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخاطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطاقه. انت كمان خريجه التمريض؟ لا كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ خفش شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا اعمل طب بتشل. ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جت سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراك. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك اعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا هتحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه، عشان قلت لها تعدوا 1 2 3 عديتوا 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكاسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ خالت صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خلف نازلة السمان يعني ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى
لا مؤاخذة اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوي. خلت صباح دي طلعت ساعة ساعة. ايه شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخذ العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزة اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز مية عشان الشطافة ضعيفة ومش طايلة. لا يا هاني مكسلة، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطة جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنني ان احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو، ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مغزى الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب، نعم، عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد، فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط أخره سور. سور إزاي يا بنت؟ أخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور إيه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ أوكي، حضرتك هتاخد حقك وإحنا هناخد حقنا، وما حدش يجي على حق التاني إلا مؤاخذة. طب مؤاخذة يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا؟ مفيش اي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد وفقش عقش والجدة بطة احنا ما خدناش بالنا منها؟ هو مفيش، بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفلس له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد ب، بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طيب الاختصر.
صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه، صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاع جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة؟ سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد به طول عبارة صندوق بريد. يكونش صوصن بدر؟ ما تخلص بقى، مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئد. لا ما تكتئدش يا جماعة، يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفوا؟ اه شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه اه شوفي تليفون انا، البطاريه فاضل فيها 3 شرط. ما تاخدي التليفون بنت عمك اقرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحت، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شي سكر بر. بر ايه؟ خلاص يا ابني انا قلت كتير. ما تكتئش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه. خلاص فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بطرق. عادش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض، وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. اضح اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها، هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: اوه انها خساره كبيره، لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا، ماذا اعطيها الان؟ فلة وياسمينة؟ الجده بطه: انا في قمه الخجل ولا اعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا احمد. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زاد به، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب الاختصار زاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه، صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاع جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟
اخرس انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة. سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص عرفتينا، صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعة يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه. شيريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك ايه؟ اصيل يا عم دهب، هاتي هنيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر ايه؟ خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه. خلاص فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717. ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى، انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه، وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم فين، نيلي وشريهان. لا مش ممكن مش ممكن، بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك اهو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريس، أم العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق صك فوقك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى.
بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارارا بيريم باريري با بارارارارا موضوع الله 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 ايه الجمال ده ايه العظمة دي كلها بصراحة والله 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 انتوا انستونا امال ايه انستونا امال ايه انستونا اتفضلوا 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 يا جماعة منورينا والله ومكترينا 717 خلاص يا حاج شفناها تعالى تعالى انت شكرا تفكر انت على الله بقى بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده لا خلاص بقى لو سمحت معلش هم تعبانين دلوقتي أنا بعدين هجيلك على رواقة كده وأجيب لك معاه محمود شكوك بجد والله ده وعد وعد اتفضلوا شكرا عيشوا بقى سلام عليكم ألف سلام سلام سلامة ستاند راح فين هات المفتاح خلي دي معاك اتفضل 717 ايه يا بنت في ايه بقالك ساعه ما قاعده انا جنبكم تنحف في البتاعه دي ما تقولي لنا حاجه ما حضرتك انا مش فاهمه حاجه في المتاهه دي طب ما تدوري في حاجه تانية غير المتاهه دي مش هينفع ما هو ما فيش اي حاجه مفهومه في الكلمات المتقاطعه غير ان الحل في المتاهه وانا عماله احل في ام المتاهه دي والله ما في متاهه غير اللي احنا فيها طب وهي المتاهه دي عايزه ايه لمؤاخذه ازاي نوصل محظوظ للعربيه طيب يعني ايه مش فاهم برضه ما حضرتك انا كمان مش فاهمه ما هو ده اللي بقوله من الصبح لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك ده اللي هو عند مين الساعه كام يعني مؤاخذة المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصون لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي ده مكتبكم برضه ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي ممكن تديني المجلة ثانية ثانية بليز؟ حاجة مهمة جدا فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو؟ طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم اوكي ثانك يو باي 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 السلام عليكم سلام الله وبركاته ده الراجل ده حويت قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم سيبك منه سيبني منه إزاي بس ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها برافو وريني يا بنت اللذينة هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا من هنا كده بصي صورتي نفسك سيلفي بالوش ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي خبية هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة ماشي يلا ازاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي بين داري كده ولا داري كده ولا داري ما تخلص بقى يا عم بندق مش ممكن يعني بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا احنا عايزينك في حاجه مهمه وانا ما قلتش افهم منكم حاجه بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه ماشي هفهمك تاني
دلوقتي الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في المتاهة، والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجة من الحوار ده؟ بصراحة لأ. طب هنعمل إيه إحنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير إن إحنا نروح زيارة لبابي في السجن ونسأله. هتسألوه ليه؟ الله، ما تسأله محظوظ. محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ أو محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. مهم ما قلتش هفهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تساله محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب هو ازاي عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اساليني سؤال مباشر اجاوبك اجابه مباشره. طب اسالك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا. يا سلام، كان هنا بيت جميل واسع 14 بلكونه واتنين برجوله كبار، وكان ايه بصراحه كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه، والكيك كده جبل محطوط الناحيه دي والسكر الناحيه الثانيه، ياخد شفطه سفه اتنين تلاته يبقعهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفح ويخلصنا. انا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حته كلهم مره مره واحده، توك 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 توك، والشاي وراه. شيء ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه؟ ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياه ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده مش بيت، ده دار الاوبرا. الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو هتلاقيه عمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق؟ دي مدينه كبيره. لا ده النبي يعني اتعمرت قوي كده، الدنيا بتتغير. خلاص خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرفي شرهين. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلمولي على محفوظ. شريهين، يلا يا شريهين. انت لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاندي باك حلوه كده، بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن تيبا من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا، رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني،
بس يا نيلي عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه يا خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي. ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق؟ شريهان انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده حبيبتي، كلميني عادي. ماشي شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايت؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول، تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو، انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده، انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر وتطلعوا على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني تتمشي معاه. يا لهوي استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو، ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد؟ بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجي، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايت يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصت فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه؟ لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركاتير عايزه تتزود. ميه الكركاتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب،
انت سامعه؟ عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه نعد. سيف، اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا، اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت، انت والبنت الصفرا بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي؟ ما بتنقرش، بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك، يا وقف اولاد. يلا يلا. معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه؟ هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها، وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي، العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، تتسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاجي، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ مكتب كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوه، في مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا، امال ايه. ايوه، عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيبها واحنا. انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف، ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي؟ خلاص ممكن لوستا بقى يشوف العربيه. اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله، ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب، عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه نعد. سيف، اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت، انت والبنت الصفرا بتاعتك دي، خلينا نخلص.
انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف، انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك، هوقف. اولاد يلا يلا. معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجري طنط، انا حبيتها، وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعه مش هينفع، علميا احنا الاربعه لو ركبنا العربيه دي مع الاسره الجميله المدوره دي، العربيه دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي تتسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعه ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربيه ماشيه زي الحلاوه، وعربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربيه اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ ركبت كويسه يا نيلي. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوه، يا مجنون. انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبه لي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا، امال ايه. ايوه، عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيب هو، احنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا لا لا، ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو ايه اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني، الشنط. تعالى شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي، وشنطكم بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟
ايه ده، هي الناس دي راميه العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شرهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شرهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه، ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش، بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي، سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اتاخرت كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو ودي بليز دو مي ا فيفر، كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، مقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم. بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه، كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني فور لايك 2 اور 3 دايز. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف، ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا مو، احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام، وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita web web, bonita cinturita, bonita web web, bonita cinturita, bonita web web, bonita. Que te secuen.
الخير. لو سمحت مستر محجوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم هو موجود. في ميعاد؟ ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام لحظات وهبلغه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابوي. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. مات تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون اكسترا مينت اكسترا اي اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني متشكر جدا. تشيس. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ انا بابي في السجن. انا مكرم. اهلا وسهلا. انا وانت برضو بابا في السجن؟ لا انا بابا في السعوديه. معلش معلش يا بنات، انتوا لازم تعذروني، انا بقالي 10 سنين من ساعه ما عملت المكان ده هنا في الغردقه وانا ما بنزلش القاهره، لا اعرف فيها ايه ولا دس فيها بيعملوا ايه. حلو قوي الملوخيتو ده، بس انت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله بقى تاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته مش زلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل. فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخيه او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراوليه ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف ايه كيف على ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس. بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني وقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا.
مساء الخير. لو سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود. في ميعاد؟ ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي. تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انتي، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانت ابوك عامل ايه؟ لا، انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا، أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا درس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ده يا تاشا. الملوخيته ده. ايوه. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. طب مش عايزه الملوخيته بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته مش زلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوش، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا، اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه كيف انا ملوخيتو. سيف، انت كويس؟ انا كويس. بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد إذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت أمرك. تفضلوا تفضلوا تعالوا تفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده ايه؟ روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضو؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تدفعوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكوا ويبهدلكوا، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استنى، عشان بيقولك هندفع الموخيتو. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معايا. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني؟ لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بلا. بقولك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت، انت جونه ايه؟ حرام عليكي. بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده؟ عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا جهاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو، خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. هه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 ه